بعد انتشار الكلاب السائبة في محافظة ديالى، حملت بيطرة المحافظة إدارة الحكومة المحلية تعطيل قانون مكافحة هذه الحيوانات التي أصبحت تشكل خطرا على حياة الكثيرين وخصوصا الأطفال. أحمد الرسام والتفاصيل. هذا الطفل يتحين أي فرصة لعبور الشارع، يتربص به إلى الجانب الآخر كلب سائب قد يباغته بعضة يقع طريح مرض ما. هي خافل كوما كوما زيجن علي كوما فلتت قمت خاف فمشكلة انتشار الكلاب السائبة بين أزقة وشوارع بعقوبة أصبحت لا تسر عين الناظرين. هنالك مشكلة من الكلاب السائبة، وكثير من الأطفال طبعا توفوا، وقسم منهم أصحاب أمراض اليوم من خلال الفزة أو الأمراض الأخرى اللي انتشرت عند الأطفال. فلهذا اليوم أنا أحمل مسؤولية الدوائر المعنية وديوان المحافظة لهذا العمل طبعا الإنساني بالدرجة الأولى، ثم حضاري اليوم منظر ديالة. أما أصحاب المطاعم المنتشرة على نهر خريسان وهم الأكثر ضررا من الحالة، شكوا غياب فرق المكافحة البيطرية وترك أسراب الكلاب تسرح وتمرح بين المارة بمنظر يبعث على النفس الريبة والإشمئزاز. شخص من يشوف هذه الحيوانات السائبة بأنه تكون حالة مقززة للنفسية وتواجدها أمام المحلات وفي الشارع الرئيسي، فتكون هي منظر غير لائق. فإحنا ناشد بأن المسؤولين بالإدارة المحلية بالمحافظة بأنه يكون لهم دور فعال، خصوصا دائرة البيطرة التابعة إلى مديرية زراعة ديالى، تكون لها دور فعال بالقضاء على هذه الحالة. دائرة البيطرة التي أقرت بأمراض عضة الكلب حملت الإدارة المحلية تفعيل قانون مكافحة الكلاب السائبة، وبما يتطلب رصد الأموال اللازمة لشراء المواد اللوجستية لإنجاح الحملة. من يتحمل مسؤولية توفير هذه المواد اللوجستية؟ لأن هاي شراء مواد، مثلا حملة مواد الكلاب السائبة تحتاج إلى مادة اسمها مادة السترجنين، هاي المادة محظور شراءها، مو كل واحد يقدر يوفرها، إلا توفرها دائرة البيطرة. في الوقت الحاضر لازم المحافظة تتعاقد مع دائرة البيطرة لتوفير هذه المادة. ويضاف لمشكلة انتشار الكلاب السائبة وضعف مكافحتها الإهمال الواضح لعمل البلدية وانتشار النفايات التي أصبحت مرتعا مريحا للحيوانات السائبة ومصدر الأوبئة والأمراض. أحمد الرسام، قناة الرشيد، ديالى.